طب احنا عايزين نتكلم عن الكورنيش، انا اتكلمت عنه لكن باختصار طبعا، وفي تكلفه كبيره جدا للكورنيش. عايزين نبدا من اول رفع المخلفات اللي كانت موجوده على الكورنيش. هو في البدايه زي ما حضرتك قلت، مدينه طنطا هي مدينه محوريه بتقع بين القاهره واسكندريه، فهي مقصد لكتير جدا من مواطني وسط الدلتا، مش بس على قد القاطنين او الساكنين في المدينه. بنستقبل كل يوم اعداد كبيره جدا، سواء للدراسه في الجامعه او للعلاج في المستشفيات الجامعيه او الصحه او التامين الصحي او خلافه. فمدينه طنطا هي مدينه مركزيه بين القاهره واسكندريه، فهي مقصد كبير، وكان يجب ان يحصل فيها تطوير كبير زي اللي حضرتك شفته في التقرير اللي بانت دي، عشان يخدم اكبر عدد من الناس ويسهل حركتهم. كان من اهم المشروعات هو مشروع تطوير الكورنيش. كان عندنا تحدي كبير جدا في الكورنيش ان احنا ما عندناش فيه بنيه تحتيه جيده، فزائد ان هو محور مروري بيمر بالمدينه بالكامل من اول كوبري فاروق وحتى وصولا الى الجامعه، فده كان طريق ما فيهوش حركه مروريه تماما، بل بالعكس كان فيه تعديات واشغالات ومباني مخالفه في نهر الطريق. الطريق كان بيتراوح عرضه بين 10 ومن 8 ل 12 متر بطول الكورنيش، الى انه بعد الدراسه والتخطيط الجيد للموضوع، الموضوع ما تمش على مرحله واحده، تم على اكثر من مرحله. عملنا نموذج في الاول كيلو تكلف تقريبا 16 مليون جنيه، شامل بقى اول حاجه عملناها، اول تحدي كان قدامنا ان احنا نزيل المباني المخالفه والعشوائيه اللي موجوده. زلنا اكثر من 8 منازل في نهر الطريق عشان يوسعوا الشارع من 8 ل 12 عند الغفران تقريبا، المنطقه دي عند الغفران وفي منطقه السلخانه وفي منطقه نايف عماد وفي منطقه المرشحه. كان في موقف شهير ومخلفات صحيح. ضخمه، ويعني لو التقرير ظاهر قبل وبعد، لا الوضع كان يعني كان تحول في المرشحه، وكمان الفحص بتاع المرور لما الفحص بالظبط. مع حضرتك دارس المنطقه كويس. ده كانت اول مرحله اتطورت. انا برضو كمواطن بعاني من الحاجات دي، الزحمه بالزبط. سواء الزحمه لو رايح فحص في المرشحه او حتى المنطقه الطريق نفسه كان بيبقى زحمه. ما كانش في حركه مروريه، كانت تكاد تكون منعدمه تماما. احنا خلقنا محور جديد تماما، بدانا بالبنيه التحتيه من صرف صحي لتليفونات لغاز لميه لكهرباء، مدينا كابلات جديده، كان في اكشاك كهرباء واعمده اناره واعمده كهرباء شبكه على طول الكورنيش في منتصف الطريق. يعني كان الوضع صعب جدا، الحمد لله بالتنسيق مع كل الجهات اللي احنا ذكرناها زي جهات المرافق، وده استراتيجيه احنا عاملينها عندنا في كل الاعمال بتتم. لازم نعمل محاضر تنسيقيه في البدايه عشان ما نقعدش بعد ما نعمل شغلنا نهدر الانجاز اللي تم، وده بيدي صوره ذهنيه سيئه عند المواطن اللي احنا بنحاول نغيرها فعليا في الفتره اللي فاتت، واظن المواطنين شاعرين بده. المهم بدانا نعمل البنيه التحتيه، انتهينا منها الحمد لله. التخطيط للمشروع، احنا عايزين نستفيد من المجرى المائي، نحافظ عليه مائيا، لان عندنا ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا نحافظ على المياه. نخلق متنفس جديد للمواطن، نخلق طريق جديد يخدم الجامعه ويخدم كل، يبقى بديل لشارع الجلاء وشارع البحر، يدخل لكافه مناطق سواء حي اول او حي طنطا حي ثاني طنطا ووصولا لمركز طنطا، كل ده يبقى فيه سهوله مروريه. عملنا الطريق بعرض من 18 ل 20 متر، عملنا مقاعد على الكورنيش، دبشنا الطريق الكورنيش بالكامل، في اماكن كانت متدبشه رفعنا كفائتها وبعد كده كملنا التدبيش. عملنا كورنيش على المقاعد للمواطنين، راعينا الجانب البيئي والجانب الهويه البصريه زي ما ممدوح بيه قال، شكل الاعمده موحد في المدينه، شكل الشجر موحد في المدينه، شكل المقاعد موحد في المدينه. ده ادى يعني متنفس حقيقي وواضح ورئه جديده في الجانب البيئي. الطريق الاسفلت بقى من تقريبا من 18 ل 20 متر، راعينا فيه ان هو كل الجوانب الحوكمه والشفافيه، يعني بقى واستفدنا من بيت الخبره اللي هو الجامعه، سواء في جامعه طنطا او جامعه المنوفيه في لجان الاشراف ولجان الاستلام. الطريق راعينا فيه انه يبقى فيه بلعات صرف مطر على طول الطريق، بحيث ان يبقى طريق متكامل يخدم عظيم جدا. طيب.